هذا المشروع تنفذ من قبل تيرنينج تيبلز الأقراص الدوارة في الأردن، وكان مدعوم من جوتا بالتعاون مع كير. هاي السنة الثانية اللي بصير فيها هذا المشروع، وإحنا كنا موجودين في السنة الأولى، وهاي المرة تعاملنا مع طلاب تانيين، أعطيناهم نفس الشيء، مدخل لصناعة الأفلام. أنا حبيت تسجل هاي الدورة عشان نتعلم شوي من كيف صور، كيف أخذ اللقطات وورجي لفقات، وأنا مبسوط ومفتخر فيها. فإجت فرصة كير واشتركت بالدورة، والحمد لله إنه صارت عندي خبرة بالتصوير. واستفدت يعني إنه مو كل التصوير بيعتمد بس على النظرة أو هيك، يعني لازم يكون في أساسيات ولازم تتعلم مبدأ عمل الكاميرا. كيف ممكن نصور فيلم؟ شو الشغلات اللي المهارات اللي لازمتنا عشان نصور فيلم؟ شو الشغلات اللي بنحتاجها بالفيلم؟ كيف بيتصور الفيلم؟ خلال الدورات علمنا كيف نستعمل الكاميرا وضبط إعداداتها وكيفية التعامل معها، وحكينا برضو عن الإضاءة وأنواع اللقطات والزوايا، وكيف ممكن نستفيد من كل زاوية وكل لقطة بحيث نوصل الرسالة اللي بنياها من خلال الشاشة. برضو علمناهم كيف يصنعوا عواكس بالأمور المتاحة، حتى في موجودة في أي بيت، يعني ممكن يوجدوها أو في أي مكان، إنه عشان يوصلوا لأحسن نتائج من الأشياء المتاحة واللي موجودة تحت إيدهم بأي وقت. بهاي الورشة أعطيتهم كتابة سيناريو، كيف نقحوا القصة، شوية تمثيل، وحكينا أكثر عن الكرو، عن طاقم العمل بالفيلم. كتابة السيناريو كان أكثر شيء ركزت عليه لأنه كان في طلاب عندهم ملكة كتابة، كان عندهم أفكار حلوة، كان في عندهم قصص حلوة. حسنا ممكن نبلش بالفيلم بأساس يكون كتير هيك أماكن حلو. مجموعتي اختاروا لي إني أكون كاتب سيناريو. كتبت أول إشي القصة وساعدتني لينا في تحسينها وحولتها لسيناريو. بالأول أنا ما كنت عارفة إنه أنا مو كان عندي موهبة التمثيل أبداً. تعلمت كيف إنه أعيش جو الشخصية، وتعلمت إني أحفظ النص وأعيده أكثر من مرة قبل ما نبدأ التصوير. كل حدا كان عنده اهتمام معين، شوية مهارات من أول معينة مثل الكتابة، أو في ناس كثير تحب التصوير وكانت تحاول تعمل كمان أفلام لحالها. ساعدنا كل الطلاب الموجودين عشان يوصلوا للنتيجة اللي هم حابينها، عشان يورجوا النظرة السينمائية تبعيتهم للناس. تعلمت كثير شغلات، منها كثير زوايا التصوير كيف ناخذها، شتات التصوير. هلأ صرت إذا بحضر فيلم على التلفزيون صرت أعرف كل إشي، هاي الشت كيف، هذه الزاوية كيف أخذينها. أعمار المتدربين اللي اشتغلنا معهم كانوا من 14 إلى 19 سنة، من جنسيات مختلفة، من سوريا، من العراق، من فلسطين ومن الأردن. هدفنا من هيك مشاريع تنمية مهارات عند الطلاب، واحدة منهم مهارة العمل ضمن فريق، اللي بخلي الواحد عنده حس بالمسؤولية. كل فكرة الدورة اللي تكون عبارة عن هم إيش مشاكلهم يعبروا عنها من خلال الأفلام القصيرة. قسمونا مجموعات، وكان مجموعتنا اسمها روني. تعاوننا مع بعض، طبعا عملنا جهد كثير كبير وتعبنا، بس كثير اشي حلو، يعني انه وتعرفت اصدقاء جدد وراح اشتاق لهم كثير. اسم مجموعتنا كان مجموعه الابداع. انا كنت بمجموعه بيكسلز مكونه من 7 اشخاص، وكنا كثير متعاونين مع بعض، وانا كنت المصوره بهذا الفيلم. هذا نوع من انواع الفن، ونوع من انواع توصيل الافكار بشكل يعني بشكل جدي او بشكل معناها الحقيقي. من كثر ما حبيت التمثيل حبيت اني اكون ممثل مشهور بالمستقبل. بدي اطور المهارات اللي تعلمتها بالدوره عشان اعمل قناه على اليوتيوب، قناه هادفه، انه اطمح للمستقبل اكون من احسن المصورين بالعالم ان شاء الله. هذا الاشي كثير بنمي شخصيتي، ممكن استفيد منه في مجال شغلي اني اصير يعني ارشد عن طريق الكاميرا. كل مرة بنخرج فيها طلاب من هاي الدورة بنحس حالنا أنجزنا إنجاز كبير، أعطيناهم مهارة راح يستفيدوا منها للمستقبل، وبتمنى أنهم دائما يخلوها في راسهم. بتمنى أشوف إنجازات تانية من المتدربين في نفس المجال في المستقبل القريب، وراح أكون فخور كثير فيها.